كابتن خالد، اليوم كانت مباراة يعني أمام خصم عنيد اللي هو الفتوة بأرضهم بالشام، الفريق خرج بنتيجة تعادل، برأيك أنت هي نتيجة مرضية لفريق الاتحاد ولا لا؟ منقول الحمد لله رب العالمين، يعني يمكن هي ثالث جولة بعد التوقف. للأمانة لا، هو هذا ما النتيجة ما مرضية لنادي اتحاد ولا جمهور نادي اتحاد ولا كل محبي نادي اتحاد حتى للفريق. نحن بصراحة طموحنا كان إنه نلعب للفوز ثلاث نقاط، ونحن حاليا ببداية الدوري محتاجين ثلاث نقاط عشان تعطينا دافع معنوي أكثر من هيك. نحن فريقنا منيح وعندنا كادر فني جيد جدا، عندنا عناصر لاعبة جيدين، بس ولكن نحتاج شوي للثقة بنفسنا. يعني بصراحة فريق الفتوة عنيد كثير وما مثل السنين السابقة، يعني أكلنا جول بصراحة من بلنتي، هذا الشيء لا يغفر لنا. اليوم كانت مباراة أمام فريق الفتوة بالتأكيد يعني صعبة، والنتيجة ربما ما كثير مرضية لفريق الاتحاد. المباراة القادمة أمام الشرطة يا ترى هي راح تكون انطلاقة للفريق مثل الموسم الماضي لما انطلق أمام فريق الشرطة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله قدمنا مباراة جيدة نوعا ما، الشباب ما قصروا الله يعطيهم العافية. كنا بنطمح للفوز، ولاد نقاط ثلاثة، متركين صعوبة المهمة، بنعرف فريق الفتوة هاي السنة مشتغل مختلف عن السنوات الماضية، مستقطب عدد لاعبين مميزين. ان شاء الله باذن الله نوعد جمهورنا انه لعبه الشرطه نقرن الاداء بالنتيجه ونقدم مباراه تليق باسم نادي الاتحاد واسم جماهيره، ونادي كبير ما بيقبل غير انه يكون بالمراتب الاولى. باذن الله راح نعمل اللي علينا وما راح نقصر، ان شاء الله ما راح نخذلهم، باذن الله انطلاقتنا راح تكون من لعبه الشرطه. نحن جايين هدفنا انه ثلاث نقط، للاسف نحن روحنا كمان هلا نقطه بالنسبه انه كانه خساره هي، ونحن بحلب كمان ضيعنا كمان نقطتين وهون نقطتين، اي اربع نقط نحن كنا بالترتيب، كنا اقل شيء بنصير نحن ثالث او رابع. يلا الحمد لله رب العالمين، الفريق يعني الحمد لله وضعه بطمن، نحن من التحسن لتحسن، بس بدنا نربح لعبه يعني ضروري مشان ناخذ نفس الدوري وناخذ نفس اللعب بالربح ان شاء الله. كابتن ليث، اليوم كانت مباراه مع فريق الاتحاد، فريق اكيد مو سهل، الفتوه كذلك يعني هذا الموسم عنده عناصر ممتازه، نتيجه التعادل مرضيه لفريق الفتوه؟ اول شيء الحمد لله رب العالمين، نتيجه التعادل اكيد ما انا مرضيه، نحن كنا نطمح للفوز بعد خصوصا بعد مباراه الشرطه يلي خسرنا فيها. الحمد لله رب العالمين الفريق يعني قدم اللي عليه، بس عابنا سوء توفيق بجميع اللعب، وان شاء الله نقدر باللعب الجاي نعوض الشيء باذن الله. تقريبا احنا كنا الطرف الافضل بالمباراه، لكن ما نبخس حق الاتحاد، كمان قدم مباراه حلوه وتكتيكيه اكثر، ما توفقنا احنا. الشوط الثاني بالدقيقه الاولى ما اعرف شو صار، يعني حاله شرود، حاله هيك مثل اللامبالاه تسميها، ما هيك كنا سجل علينا فيه هدف. احنا العتب الكبير احنا اللاعبين هيك شوي مسؤوليه اكثر بالمباريات القادمه، احنا نريد الفرح للجمهور، هاي مشكلتنا الجمهور يا اخي، يعني تارك اعماله اليوم بالايام الاسبوع، ان شاء الله بالايام القادمه ان شاء الله نكون قدم احسن ونفرحهم ان شاء الله.